أنا اسمي نادية، أم لخمسة الأطفال، وعايشة هنا في البادية في عين زيتونة. المنطقة مزيونة، عندنا المنطقة عالية ومفجعة على البحر. الدنيا عندنا مزيانة هنايا، هو وراجلي كيخدم مع الناس وأنا كنعاون بالحاجة في الغرسة. حتى واحد هذه مرات راجلي عمل العملية على القلب، شبر شي 3 شهور هو جالس من الخدمة وصافي المدخول وقف. أنا كنبقى مع ولادي في الدار، ما كنقابل راجلي حيت عامل العملية. صافي وصلنا لواحد الدرجة أن الوالدة ديالو كتبقى تبكي، أنا بيدي كنشوفها كيبقى فيا، مي كنشوفها هي تبكي وكتقطع على منا وكتقول لي انا ما بقاتليش الصحه باش نعاونكم. باستشاره مع شي ناس الله يجازيهم بخير والمجهودات ديالهم، حتى هما وقفوا معنا وفهاد الفكره فكرنا اننا نعملوا دار الضيافه يكون مدخول احسن، والحمد لله عجبنا الحال فيها وماشي مزيانين. كنفيق بكري صراحه، كنفيق بكري على حساب خصني نوجد باش مي كيجيو الناس كيجبروا الفطور موجد. هنايا وجدت هنايا عندنا الزيتون بمشرمل، هذا الزيتون تا هو البلاد ديالنا. عندنا هذه الحرشه البسطه تا هي عدلتها في الدار. شنو فيه فوق من النافع؟ فيها الجنجلان والنافع والزبيب تا هو. وعندنا هذا الرغيف ديال الزرع تا هما، الحرشه عاوتاني كنعدلها بيدي. هذه الزبده كنشريها انا من عند الناس بالمنطقه، حيت انا ما عنديش البقر دابا، كنشريها من عند الناس بالمنطقه ديالنا. هذا الجبن عاوتاه هو كنشريه من المنطقه ديالنا. الزيتون زيت العود تا هو الزيت ديالنا حاليا، عندنا الزيت كل شيء مصنوع باليد. ومرحبا بكم من عندنا، ومرحبا اللي قبل علينا في اي وقت مرحبا. فطرو كنمشيو نعملو واحد الدوره هنايا، نعرفوهم بالمنطقه ديالنا هنايا في هاد النواحي عين زيتونه في الجبال. كنمشيو للغابه، كنمشيو ندورو هنايا نعرفوهم بالمنطقه، ومنها كيستافدو هما من الهواء النقي والطبيعه. وهاد المنطقه هذه في عين زيتونه عندنا ميزه اكثر بالعلو ديالها، ملي كتوصل ليله كتشوف حتى كتشوف طنجه بعدا عن بعد تقريبا كامله، طنجة كاملة كتبان قدامك. حتى اسبانيا البحار كنشوفهم هنايا، البحار على جوج جهات، المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط كامل كنشوفوه من هنايا. يعجبهم الحال، يرجعوا فرحانين
حنايا في اي مراه كيف ما كتعرفوا المراه الجبل نفسها عزيزه عليها، ما تقدرش انها وقعت في شي ظروف وتجلس جالسه مربعه يدها تستنى شي واحد يعطيها او لا شي واحد، هذه مستحيل مستحيل تشوف اي حاجه تعملها وما تبقاش جالسه. هذا المرض الرجلي الحمد لله واخا هو كنشوفوه مرض وانما تقدر تكون منحه من عند الله سبحانه وتعالى. هي كان هذا المرض كان هو الدافع الاقوى باش حنايا نزيدو قدام، ما بقاوش جالسين مربعين يدنا نفكروا نعملوا شي حاجه اللي دخل علينا المدخول. و نصيحة أي مرأة مهما كانت الظروف إلا كانت صحة تخدم أي حاجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.